وجدي غنيم ليه تسجيل بيدعو على مصر وبيتوقع انها تكون مثل العراق. وشوفوا الامتداد وهو بيتكلم عن الاخوان المتحفظ عليهم هنا، وانه مستني ان يرى ايات الله، وانه واثق ان مصر هتبقى زي العراق. مش واثق بس لان هناك اخطاء، ده بيدعو الله. هو فكر منتظم ومسلسل، لا وطن لا دين، الدين هو دين الاخوان، الوطن هو الجماعة، وليذهب لتذهب مصر إلى ألف جحيم. تعالوا شوفوا الذي يطلق عليه شيخ ماذا يقول. الحمد لله الجيش جري، وكل الأسلحة دي اتخذت، ازاي؟ مفيش ازاي، هو الله، هو الله. وفي مصر هيحصل كده برضه، في مصر إن شاء الله بإذنك يا رب ومشيئتك هتشوفوا في مصر إن شاء الله بإذن الله. بس ربنا الأول يورينا آيات، ربنا يورينا آيات في المجرمين دول، لأن ربنا لازم يشفي صدورنا منهم، دول اللي قتلوا أولادنا وبناتنا. وشوفوا صور للناس واللي حرقوا الجثث وفي المستشفى الميداني، ودلوقتي بقى الحرب الصليبية اليهودية في مصر واضحة جدا. الصليبيون منهم الصليبي هذا المجرم اللي عامل نفسه قاضي، هو اللي بيصادر محلات الإخوة، أخونا خيرت ومحلات أخونا السعودي. القاضي مسيحي صليبي، هو اللي حاكم عليه، هو اللي قايل كده. والصليبيون دلوقتي في مصر واخدين حقهم تمام أكتر مننا يا راجل. ده الجمعة اللي فاتت دي كانت الضبطية القضائية، يعني واحد يخش الجامع يلاقي واحد على المنبر يقول له انت معاك، لا انزل يا بوليس، تعال امسك ده، اقبض عليه، اقبض عليه، وياخد من مش عارف 3 شهور ل 3 سنين ولا ومش عارف كم الف، ما يزيدش عن كم الف. اللي مش عارف 3 شهور ولا 3 سنين بالمره كده، من 3 شهور ل 3 سنين، وانا عايز اعرف واحد كان على المنبر خد 3 شهور ولا 3 سنين من اللي بيقول عليهم وجدي غنيم. لكن انا مش عارف هذا الرجل كيف تجد، هو الرجل ده ما عادش في مصر، الرجل ده هرب من مصر بقاله سنوات طويلة جدا، ويعيش على موائد من يدفع ما بين قطر وما بين تركيا رايح جاي. فهذا الرجل طول عمره هربان بره مصر، تاريخه لغته، عايزكم تدخلوا تتفرجوا عليه تشوفوا ألفاظ هذا الرجل المهرج مش الشيخ، كيف يتحدث عن الإسلام، كيف يقدم الإسلام. لو أنا بفكر أبقى مسلم، لو أنا مش مسلم اتفرج على الراجل ده بيقول الفاظ شكلها ايه، وفي النهايه بيتمنى ويدعو الله ان مصر تبقى زي العراق.